في الان وضعنا الماده في الفرن من الروم تمبريتشر 25، انا تطلع شويه شويه حتى توصل الى الفاينل ديستنيشن اللي هي 550 درجه، فعاد تاخذ وقت معانا لين ما نبدا عمليه تجانس الكربون مع حبيبات الرمل. This is material lab. We're working today with dry oven up to 550 degree. We put some material inside that machine to make it hot little bit and make carbonization. الحمد لله، كيف حالك؟ طيب. And today we need to make some test with the strong test with the special machine here in the institute in Jeddah. There are also the old version of the some strong test, but I like this machine. Inshallah we'll do something with that machine soon as possible. Thank you very much. اشتغل في الفرن على 625 درجة مئوية، لكن مادتنا الكربونيزيشن المضبوط اللي احنا نبغاه، فاضطرينا نستخدم لحام الاكسجين عشان احنا نسوي عملية الكربونيزيشن للمواد اللي احنا حطيناها. طبعا احنا نتكلم على حرارة هنا تقريبا من 1000 درجة مئوية إلى 2000 درجة مئوية مع زيادة نسبة الكربون. يعطيكم الصحة والعافية. ما شراك استاذ عبد الرحمن؟ مو زي الحديد؟ مادة يعني لدينا كذا. ايه بالضبط. ولما نقول للناس ما يصدقونا. طبعا هذه المادة اللي احنا مفتكرينها اسمها وايو بي. طبعا الحديد بنقص بنفس طريقة القص، هذا منشار حديد. عبارة صاروخ ها؟ لا اخوي. ماشي معاك. هذا لسه انا كمان ما حتطلع المادة النهائية. قوية ها؟ لا خلاص. كمل كمل. ها؟ هذه الريحة منه من المادة نفسها. فصلت؟ ها. كيف قوتها؟ أكلت السنون. بعد ما قصيناها الآن في الأخير عشان أنا أثبت يا إخواني العلماء والمختصين إنه هذه كانت ألياف، هذه سبع طبقات من الألياف، عشان أقول لهم أنا ابتكاري حولت الألياف إلى حديد. الألياف العادية أنا حولتها إلى حديد، لذلك انه اصبحت المنتجات هذه اقوى من الحديد وما تنقص ومرنه وسلسه، ولسه يبقى لها في الاخير اللي هي انا اطلقت عليها الرصاص، انا ما اخترعها، المفروض انها تكون اصخف من كذا. حلوين. يعطيكم الصحه والعافيه، شكرا على المتابعه، اخوكم يوسف بن دبي.